بنت على شكل رجل، اوكي، واقفه، افسخ حزامك، افسخ بنطلونك، افسخ قميصك، افسخ ما شنو، افسخ 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 افسخ، تفسخك قدام العالم والله وخلقه على بنا، تبي تتاكد ان انت ما معك شيء، ما معك شيء. انزين يعني سوري، عفوا، يعني اللي خلاني انا الحين يعني طفت كل هذا، طفت كل الاشواط هذه، بيخليني انا الحين لما راح ادش الطياره راح اكون ان انا والله الرجل الخفي. لا انا ايد سبايدر مان. لا حمود اسمعني، سوري عفوا، والله العظيم تأيد حمود، تأيد ان انت تشوف ناس قدام عينك. حمود تشوف ناس قدام عينك يطوفون، وتشوف ناس هي تلاعن وياهم، افصخ افصخ. في شيء اسمه ان هذا شغلهم، يعني وفي شيء اسمه لعانه. شنو ايوه اي، بس هي لما تفصخ 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 على قولتك، هي ما تفصخ الا لما يكون في صوت. لا لا تخيلي، لا في 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 صبيان وفي بنات لما يبي يطوفون يطوفون على المزاج، بس على مزاجهم. فهم كذي شكليا يشوفون هذا مو مقتنع فيه، والله العظيم يقول له تعال نبي، احنا نبيك تعال. انا والله ايد هذا يعني اهم شيء الامانه. انت هذا قانون على الكل. لا يمكن شاكه، يمكن الجهاز تسويه حق الكل. عيل انت تسويه حق الكل، بس هو ما في شيء، ما شفت تشاكلهم مع البنات. وهو في قانون، انت تفتش من فوق لتحت، حلو؟ مو قانون اذا انت شاك بهذا، انت تقعد تأذيني قبل ما ادخل الطياره. سوري يعني عفوا، شوف يعني حمود ورفعهم كذي يطوفون. يعني حمود يعني اسمع حمود، انت تكون لابس حزام، شوف شايل جنطه معك، اكيد هذه الجنطه، لابس حزام، فصلك الحزام اكيد لانها حديده، شوف تفصلك الساعه وتفصلك ما شنو، تفصلك خاتمك وتفصلك يعني سوري عفوا بالتشبيه، يعني فصختك كل شيء، يعني حتى اذا جوتيك كان في حديده ولا شيء ولا هذا تقول لك قطه اسمها. لا بس على فكره تدرون برا، انتوا تدرون طيران اليونايتد ايش سووا فينا برا؟ اسكم الله تفسخون جوتيك قدام الناس. انزين فانا انا صراحه انا هذا حمود، انا عندي شوف انا عندي اتمناها على الكل، شوف اي اتمناها تصير على الكل اذا انه بيصير الموضوع، لكن مو انا عندي الطياره، انا خلاص بركب الطياره، انا هذا الباب هذه يعني انا ادش كذي انداش الطياره. يعني يعني اوريدي انا اساسا متفتش، وهذا اي اوصل عند الطياره هذا قمت الحين تيشن لما اسافر ايش اسوي؟ والله العظيم لا البس ساعه ولا البس ما شنو، عزكم الله وانتم بكرامه اضطر اروح الطياره لابس نعازه النوبه. انزين عشان اي يعني تخيلوا، عشان شنو؟ عشان لا احد يقول لي افصخ، ولا تقول لي افصخ هذا وافصخ هذا وافصخ كبوسك وافصخ. شوف انا 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 مع هذا الشيء، لان ابي يمشي على الكل. اذا مشوا على الكل، اذا مشوا على الكل يجون يمشون علينا. انا ابي على الكل، لكن مو يمشون على مزاجنا. المصيبه اللي اكبر من هذا كله ان انت تشوف ناس قاعد تزرق اشياء حرام وتجيب اشياء ممنوعه تدش الكويت، وربعهم قاعدين يمشونهم لدرجه انه يوصلون على بعض، والله فلان ترى فلان بيدش. قاعد تكلم عن الجمارك، هذا الجمارك كان بالمطار. لا يعني في اشياء انه خلاص، يعني احنا ترى قاعد نشوف انه شنو يعني احنا شيء حلو انه يفتشون الواحد، بس نبي على الكل. يعني اهم شيء نبي الامان، تبي الطياره يعني إيه؟ تبي تاخذ مثلا سووا قانون انه ما يصير انه حدك 15 ملي تجيب عطر او شيء ما ادري شنو اشياء كذي. طبعا اليونايتد ممنوع انك انت تجيب كذي نهائيا. انا زرقت طبعا، ما حد درى عني، سالوني سؤال عرفت ابالهم ان احنا نوعنا نقول الصدق. ما عاد كذي، لا ما عاد كذي، يمكن معي ثلاث عطورات لانه ما تضر، انه بس انه هم يخافون. قلت لهم لا ما فتشوني، دشيت بس يمكن فتشوا غيري، بس غلط، هم المفروض يفتشون. بس انه سالفه انه والله ما تدخل 15%، انه والله لازم 15 ملي تدخل عطر ولا مو عطر. وشوف ما ادري انه ليش ما يصير حق الطياره يضر حق الطياره. انا اللي استغرب منه، انا عادي مع القانون، بس انه ليش انه انا مثلا تاخذون مني عطوراتي وتقطونهم، كنت اسوق شاري عطورات. في نقطة عطورات أهم، في نقطة أهم ما تكلمنا عنها. يزرقون ربعهم. خلي هذا في نقطة أهم، مطار الكويت. يعني أنا كنت رايح الفير المطار وأخذ من الأهل، قاعد أشوف بعض الوافدين ينامون بالمطار، بعض الوافدين ينامون بالمطار حمود، يعني أشكالهم حيل باخة، ينام بالمطار، لا يكون عنده رحلة أنه بيسافر، ولا عنده رحلة أنه تو راد. شكون مثلا بيشتغل منطقة مثلا بالفروانية يم المطار، فينام بالمطار مثل التكييف الحلو هذا، ثاني يوم على نفسه بعدين يبقى. يقوم الصبح يروح الفروانية عبنا قريب يم المطار يشتغل، يمكن ما عنده مكان ينام فيه. إذا ما عنده مكان ينام بالمطار، بالمطار تخيلي، والله يعني هو مو جاي ينام على كراسي، يعني هو سوري عفوا هو مو جاي، مو جاي زيارة، هو على الدولة صراحة ولا هذا. فمفروض انه اساسا يعني انه شرطة المطار، أمن المطار. حمود ما شفت انت الشيء؟ انا ايش اقول لك؟ انا اتمنى من شرطة المطار، أمن المطار، اللي بدل ما يفسخون العالم عند بوابة الطيارة يجون يشيلون هذا هو وغيره وغيره. يمكن هذا ما عنده مكان يعني. زين اصرار انت مطار ترى واجهة الدولة، يعني الدولة يعني
اي واحد يجي من برا دوله برا اوكي هي المطار والشارع على الدوله اللي ما وفرت له شوف وافدين نايمين على المطار على الكراسي يعني. على الارض انتم ما شاء الله عليكم يعني وايد سولفتوا طبعا الحين فراوله طبعا انت ضيفتنا سوري يعني عفوا يعني حق الخلل الفني اللي هم ما سالوك انا حاب اسالك الحين ايش رايك بموضوع المطارات شنو اللي يؤذيك بالمطار وشنو هذا شنو تحسين انه شيء مو زين اكثر وحده تروح المطار كان في العاب الحين شالوها شنو بارش ها اي بارش تبين بورش ما شاء الله زين دام ان فراوله تبي بورش انا اقول يعني لا عادي وايد تروح لعب المطار عمي خالد يعني يمحق بنتك فراوله بورش بس يجيب لها بورش كبيره تقدر تركبها وتفتر فيها بالفريج او ان هذا يعني مو بس اسرار تركب بورش وين احس ليش ما تركبين حسستوني عاد عندي صح ولا لا وعلى فكره ترى احنا الحين يعني ما خليناها هي تاخذ البورش كذي احفاد المليان راح تعزمنا يوم السبت يعني كلنا وانت معانا فراوله اكيد يعني بس حبيبتي شريفه والله انك فهمتني المهم سمعوني شنو كنت قاعد اقول اي شوفوا هو شيء واحد المطر انا احبه سالفه الفاير لما مثلا يضيق خلقي انا وامي وابوي هذا مبطل المطار مبطل كل مطارات كل مطارات العالم انا قصدي انه اي يعني هذا المكان الوحيد مبطل بالكويت الفاير غير مركز سلطان لا بس كل مطار الكويت بس انا قلت انا ابي عايشه انا عايشه برا الكويت صدق انا بالكويت ايه؟ فلما نذكر خلق انا امي بالليل وين نروح زين شو اللي في المطار يعني شو اللي يونس ما في شيء نروح نتعشى الفير زين ايش ماكو في محلات اكثر مشا. محلات معروفه محلات أتمنى ملابس لو يحطون محلات دبن هامز يعني دبن هامز تشتري درس ب 70 دينار 80 دينار على شنو هو دبن هامز وهم في شيء حلو يعني هم حلو ويضر انه بالوزن مرات يعني فوق الوزن المسموح انت فهم شنو ما توزن يساعدونك انه يقطوا لك كم وزن عرفتي كم كيلو يعني تراها بس بالكويتيه يعني اتوقع الجويه الكويتيه والبلوك عندنا ما بعد ما تسكر بالمطار عندنا زين بيبا. وطنيه فيفا يعني هذه اشياء اوكي يعني انه الحمد لله وايد مساعدين الناس والحلو ان المطار بنص الديره يعني عرفت قريب صوب كل شيء فالواحد لما يتوهق ساعات ولا يصير له موقف بس نبي مطار جديد نبي مطار جديد نبي تطور نفس شلون مطار دبي حلو يعني شوف القاهرة كم مطار عندهم كل مطار احلى من المطار الثاني اي حلو انه ممر طويل يقطع قلبي انه اضعف انزين على العموم على العموم انا اقول شغله الحل ان احنا نتمنى يعني من حكومه نبي مطار جديد نبي يطورون المطار نبي يهتمون باللغه يهتمون مو بس سالفه اللغه يهتمون بشيء اسمه نفس ما انت قلت قوانين واجهه دوله الكويت هي مطارها اي احد يجي يشوف هذه الكويت يعني بالتطور مالها بالتكنولوجيا الحديثه راح ياخذ فكره حلوه اذا مطار وايد حلو واذا مطار يعني شوف انت ما شاء الله يعني متواضع يعني دوله الامارات قاعد تشوف مطارها انت والله العظيم من كثر ما هو كبير الدوخ وانت تمشي عشان تدور الجيت نمبر مالك وين اي صوب والبوابه مالتك كم يعني عندهم مليون بوابه فما شاء الله بواباتهم يعني من هني لهناك وكل شيء انا اقول هنيالهم وهم في شيء حلو بعد عندنا بالديوتي فري سوق الحره انه اذا بتشتري مكياج ولا عطورات ارخص وايد ارخص من من الكويت, من الكويت يعني فرزات شمالهم خذيته يمكن ب 27 بال يعني بالديره اي بدبن هامز ولا بالجوثن ولا بيضون ولا بابابوم هذول ما ادري محلات يعني عطرات 46 انزل يعني وايد حلو فيهم انه يعني يونسون بهالشيء اسرار حمود يعطيكم الف عافيه الله عافية. بس عندي تعليق سريع على امل السبيعي امل السبيعي الفيديو اللي انت حطيتيه عن اللاعب الكمال الاجسام اللي قاعد يسوون له عمليه وينظفون له ايده من الشيء العفن اللي داخل ايده وشي هذا والصديد والسيليكون هذا هذا طبعا عشان بس تصحيح لمعلومتك هذا مو جروث الجروث يعني يعتبر من انظف الهرمونات اللي قاعد يستخدمونها حتى ميسي قاعد يستخدمها انزين هذا شيء اسمه بومبويز اللي هو عباره عن شيء من السيليكون وفي سيليكون يكون خايس ومعفن او منتهي صلاحيته وارخص والشباب ما شاء الله عليهم يغزونه ولانه على طول يتفخ يصير سيليكون بالايد فشيء رخيص ومن غير حديد بعد عادي وبعدين هذا بدون ما الواحد يلعب حديد هو يشكل عضلته ابي هني بومبويز عباها يصير سيليكون ني سيليكون على بنا ما تروح لكن هي مع المدى يعني مع المدى مستقبليا يصير يعفن بالجسم كله غلط ويضطرون ان هذا فهذا اي طبعا بعد شو انا راح اراوي اسرار وراوي حمود العمليه ترى كله غلط هذا مشكورين وما قصرتوا ان شاء الله باكر تتابعونا حلقه جديده من برنامج قادرين شو احلى حبتين ما احب ما احب